بكم في أولى حلقات برنامجكم سبويلر المتخصص بنقل أحدث الأخبار الفنية والإصدارات السينمائية بالإضافة إلى تغطيات العروض الافتتاحية. من هنا في عاصمة الترفيه لوس أنجلوس معي أنا مبروكة الغانمي. نبدأ بالعرض الأول لأحدث أدوار الممثل القدير الحائز على الأوسكار كريستوفر بالمر في أول ظهور له خلال الموسم السينمائي لهذا العام وفي رحلة عائلية بنكهة كوميدية تحت عنوان باوندرز.